ما هي كي كتبان شوفوا روعه روعه. درك والو. هيا 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 سكانيا هيا غادا بشارجو مع في الغدا بيه. ديما ملي تسمعوا الرعد او تقولوا كيف ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الجديد وما أدراك ما الجديد، بعد ما خلينا فريق الهلاوي كيقوم بعملية إزفال على شارع ولاد نطاع مع تقاطع شارع الحسن الثاني، أجوا معايا نشوفوا الجديد في اتجاه مركب مولاي عبد الله. إذا تمت التوسعة مدخل ديال تمارة على مستوى شارع الحسن الثاني، لاحظوا معايا هنا كذلك هذه الجهة كلها كتم التوسعة ديالها. فريق سوميكو تراد كيشتغل حاليا على هذا المكان، لكن كاين واحد البلان مشاهدينا الكرام، اجيو معايا شوف كاين واحد البلان هنا، بلان هنا غادي تكون عملية جارديناج مشاهدينا الكرام. هنا بتي بوكلان خدامين هنا. السلام عليكم، الله يعاونكم اخي، بارك الله عليكم. السلام عليكم، كيداير اخويا؟ لاباس؟ بخير الله يعاونكم اخويا. هذا غيكون ان شاء الله اسباس فير، فضاء اخضر، غيكون جميل 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 جدا ان شاء الله، رائع، مستوى رائع ان شاء الله. هنا غنجيو للجسر، اجيو لي هنا هنا هنا، وعقلوا على الهضره اللي قلت لكم، الا ما دار واحد القنطره هنايا هذا الشيء راه بيني وبينكم. المان السلام عليكم، اهلا المان، اهلا عز سكانيا سيري سموتي، ما بنتيش ليا اليوم. هادو راه ديال ولا الجارديناج، ها هما. اهلا، اكي داير اخي؟ الله يحفظك اخويا، بارك الله فيك العز. امطار الخير، واسقيناكم ماء غيثا الحمد لله. سيمو ابقى تقول لي ماء غيثا، تيفزك لك التليفون وتبقى بوك على الدس، راه هو اللي عندك مشاهدينا الكرام، وما كاينش حتى فين نترك. غادي نقطع ومن بعد غادي نرجع لكم. امطار الخير، يلا سيدنا بعد قليل ساعود لكم. ما عرفتش فين نترك، ما كاينش حتى فين نترك والو، فين نترك والو. هيا 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 سكانيا هيا غادا بشارجو مع في الغدا بيه. وري 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 وري، عرفتي باش شنو هزه محاربه وري بوجنزاره. إذا حنا فوق الجسر مباشرة، فزقنا فزقنا فزقنا. هنا الفضاء الأخضر اللي كيشتغلوا عليه. طار الخير طار الخير. السلام عليكم، أجيو معايا واخا كنفزقو ماشي مشكل، التليفون فزق. طار الخير ولله الحمد. جري يا سيمو جري. اذا هذا الفضاء بصراحة انا كتعجبني نمشي في الشتاء، ولكن التليفون ما تيعجبوش يمشي في الشتاء، الا فزق ليا مشاهدينا الكرام لينا وليكم الله. اذا هذا كله غادي يكون فضاء اخضر. قبلوا علينا مشاهدينا الكرام، اجيو معايا نوريكم الجنبات ديال المدخل ديال السكه الحديديه كيف اصبح. شوفوا معايا عمليه تشجير الجنبات، سمعوا سمعوا الرعد سمعوا الرعد. ديما ملي تسمعوا الرعد او تقولوا كيف ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ما شاء الله. ما شاء الله مشاهدينا الكرام، روعة روعة روعة. ما زالت ان شاء الله مني غادي ينبت ويزرعوا لنا الكاسو هنا الربيع، غيولي داك الشيء رائع جدا. انخفاض مهول في درجة الحرارة، شتي دابا راه الحرارة هبطات يديك الزيت. شوف شوف شوف، غتقول جبال الأطلس. شوفوا هنا كي ولات الخدمة هنا، شكر الموصول
اللي كيساهم لكل من يساهم في تقدم وازدهار المملكة المغربية. شكرا لكم، شكرا على المسؤولين ديال الولاية، شكرا على المسؤولين ديال الجماعة، المسؤولين على تسيير الشأن العام. تبارك الله ما شاء الله. شكرا. سميكو ترادة. أمطار الخير، أمطار الخير ولله الحمد، اللهم ولك الحمد. الفينيسيون ديال توسعة الشارع، شوف الشارع كي ولا متسع، تزادت منو على اليمين وتزادت منو على اليسار. اللهم بارك وزد في ذلك. المشاهدين الكرام، فريق الهدلاوي معنا هنا، فريق سومي كوطران اللي اشتغلوا لنا على الجنبات، وفريق الهدلاوي مازال كيدير الفينيسيون، كيخدم على هاد الطريق. هادي هي اللي كاينه على اليسار، راهم خدامين عليها حاليا. ها كومباكت قدامكم، وهنا هذا مسار مسلك خاص بالراجلين، ممر الراجلين. اذا الاعمده الكهربائيه، اجيو تشوفوا معايا الاعمده الكهربائيه، راه كلهم تركبوا طوب طوب، داكشي زويون من نوع ليد، من نوع ليد. وكيختار اللون اللي بغيتي فيهم، الالوان فيهم الصفر البيض حتى الاحمر الا بغيتي، ماشي مشكل، كاين كلشي تما ازرق التحكم. اذا باقي هنا غتكون الخدمه هنا، هنا مازال باقا كاينه الخدمه هنا، مازال غيضربوا لينا هنا الديزاكتيفي المغسول فيه ان شاء الله. شي رائع رائع زوين، هادشي مازال ما فينيش وكيبان زوين، فما بالكم اللي غيتفينا. غادي معايا غادي نوريكم الشكل ديالو اللي غيكون هاد الشكل هنا. اجيو معايا نوريه لكم. حنا كنقتربوا لنهايه الاشغال، الشطر الثاني الكبير. الشطر الاول اللي كنا شفنا هو امام مركب مولاي عبد الله، هذاك هو الشطر الاول الكبير، شارع الحسن الثاني، الاشغال الكبرى اللي كانوا فيها مجموعه ديال الشركات والمقاولات اللي خدموا لينا تما، منهم فريقي الهلاوي وسوميكو تراد. نهايه الاشغال كاينه هنا مشاهدينا الكرام، تحت جسر قنطره الزروالي اللي كتجيب من اللي كتجيبكم من طريق السيار وكتدخلكم. السلام عليكم. الله يحفظك اخويا العز، العز واخا عندك المان الله يسامح، ماشي مشكل. اذا راه جوج التليفون راه يفزق لينا، فزق كاع ماشي غادي يفزق. هنا راه كلشي كيتعاود، البنيه التحتيه كلها كتعاود، كتصاوب كتقاد، شوفوا كلشي جديد هنا. اجي ندخلوا تحت الجسر. الله. اذا المشاهدين الكرام، حنا تحت القنطره ديال الزروالي مباشره. اذا اجي تشوفوا معايا الشكل النهائي ديال هذا الطريق. شوف شوف شوف، شوفوا معايا كي كتبان، شوفوا روعه روعه. هادشي راه مازال ما فينيش، ها واعر ولا ماشي واعر؟ الله يبارك. اذا الشكل النهائي غادي يكون بحال هكايا، ممر خاص بالراجلين، غادي هنا ان شاء الله يكون ديزاكتيفي بالاحمر او بالكرونه. ما تنساوش مشاهدينا الكرام، غادي نخلي لكم اول تعليق رابط القناه الخاصه الثانيه سيموشو تي في، تي في هذا هو الاسم، ماشي 07 تي في، سيموشو تي في. التحقوا اللي مازال خوتي خواتاتي اصدقائي الكرام، اللي مازال ما التحقش يلتحق بالقناه الخاصة الثانية مشاهدينا الكرام. أنا كنتسناكم، غنخلي لكم الرابط أول تعليق بلاصة التعليقات، غتلقى الرابط كليكي عليه والتحق واشترك معنا في القناة. أخوكم سيمو من قناة سيمو شو 07، قناة المشاريع الملكية والعمومية للمملكة المغربية. إلى اللقاء. أنا كنتسناكم في قناة سيمو شو تي في. إلى اللقاء.